بسم الله الرحمن الرحيم. مدارس القيروان النموذجية الصف السابع العلوم العامة. رح نبلش يا سابع بوحدة الحركة والقوة، الوحدة اللي بتحكي عن مادة الفيزياء بحيث يكون لها قوانين للحركة للسرعة، ورح نتعرف عليها في هاي الوحدة إن شاء الله. أول إشي رح نبدأ فيه هو الحركة. ماذا نقصد بالحركة؟ هي تغيير مستمر في موقع جسم ما مقارنة بأجسام ثابتة حوله، مثل ما أنا يكون في عندي لاعب بيركض حوالين الملعب. هو الملعب ثابت، مثلا نقطة البداية ثابتة، مسافة بتحركها اللاعب أو الشخص اللي بيركض حوالين الملعب بالنسبة لهاي النقطة الثابتة أو الأماكن الثابتة اللي حواليه، وهو بيتحرك بمسافات أو اتجاهات بعيدة عن هاي النقطة. عندنا الموقع وهو بعد الجسم عن نقطة إسناد، نقطة مرجعية. مثل إحنا لما نفتح جوجل أو تفتح جوجل ماب، أو بدك مثلا تطلب كريم أو تطلب أي نوع من أنواع المواصلات، بكون في إلنا نقطة مرجعية قريبة من موقع الموجودين إحنا فيه، موقع الموجود أنا في بيتي أو للمدرسة. مثلا بيتك الموقع المميز إلى مثلا مسجد أو مدرسة أو أي إشي تاني ممكن إنه يدل على موقعك أو نقطة مرجعية بتسند أنت وجودك إلها حوالين المنزل. النقطة المرجعية هي التي تستخدم لتحديد موقع جسم وتكون معلم ثابت، مثل ما حكينا مسجد أو جامع أو مدرسة. بدي أشوف أنا أحدد موقعي بالنسبة للحديقة وبالنسبة للمدرسة، وعندي حارس بيبعد 4 كيلومتر عن المدرسة ويبعد 3 كيلومتر عن المدرسة. هلأ بدي أوصف أنا المكان أو بدي أوصف بعد الحارس عن هاي المدرسة والحديقة. المدرسة بتقع على يمين الحارس، وعلى المدرسة بتقع على بعد 4 كيلومتر يسار يمين الحارس، يعني اللي هو يسار المدرسة. أما الحديقة بتقع على يسار الحارس وهو يمين الحديقة. نرجع مرة تانية، الحارس بيقع يسار المدرسة، الحارس موجود يسار المدرسة ويمين الحديقة، بيبعد 4 كيلومتر يسار المدرسة و4 كيلومتر 3 كيلومتر يمين الحديقة، وهو يتوسط بين المنطقتين المعلمين، يعني النقطة المرجعية اللي هي المدرسة والحديقة. رح نتحدث الآن يا صف سابع عن المسافة والإزاحة. بمعرفتي عن النقطة المرجعية ونقطة الموقع ونقطة حركة الأشخاص، يجب أن تحقق لي مسافة أو بعد بين جسمين. المسافة هي الطول الكلي للمسار الذي يسلكه الجسم في أثناء انتقاله بين نقطتين، وهي كمية قياسية ويرمز لها بالرمز S. الإزاحة وهي أقصر مسار مستقيم يصل بين نقطة بداية الحركة ونهايتها. يعني أنا عندي طريقين، في واحد من الطرق يكون قصير، واحد من الطرق بده يكون طويل، بس التنين الطريقين بيوصلوا لنفس المكان. المسافة هي اللي بدها توصلني لنفس المكان، والإزاحة هي أقصر مسافة ممكن توصلني من المنطقة ألف للمنطقة باء، ويرمز إلها بدلتا. هذا المثلث نلفظ له باسم دلتا. وحدات قياس المسافة والإزاحة المتر، السنتيمتر، المليمتر، والكيلو متر. ماذا نقصد بالكمية القياسية والكمية المتجهة؟ الكمية القياسية قياسي، يعني أنا عندي كمية معروفة 1 2 3 4 تفاحات 5 تفاحات، قدرت أقيسهم أو أوزنهم. أما كمية متجهة أنا بتجه نحو اليمين أو بتجه نحو اليسار، هيك يعني كمية متجهة. من الكمية القياسية هي تحديد مقدار المسافة، مثل المسافة بين عمان والزرقاء 30 كيلومتر، والمتجهة إنها مثلا الزرقاء بتبعد شمال شرق الأردن أو إربد بتبعد شمال الأردن. مثال الأول، إذا عرفت أن طول ضلع المربع يساوي 5 سنتيمتر، احسب المسافة التي يقطعها جسم عند انتقاله من النقطة A إلى النقطة ب، والإزاحة التي يحققها في الشكل التالي. المسافة هي المسافة كاملة، أما الإزاحة هي أقصر نقطتين ما بين ألف وباء. المسافة الطول أو المسار الكلي الذي تحركه الجسم S من ألف لباء، يعني انتقل من هاي المربعات كافة، أما الإزاحة هي أقصر
مسافة، أنا عندي كل مربع 5 سنتيمتر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 أو 17 مربع ضرب 5 يساوي 85، اللي هي المسافة كاملة. أما الإزاحة اللي هي 1 2 3 5 3 مربعات في 5، هي أقصر مسافة باتجاه من A لـ B باتجاه الغرب. السرعة وأنواعها، آخر تحدثنا عن المسافة والإزاحة وعن الكمية القياسية والكمية المتجهة. هل السرعة بتختلف عن الإزاحة أو ما بتعتمد على الإزاحة والمسافة؟ السرعة القياسية هي مقدار المسافة، أنا ما بتحقق عندي سرعة إلا إذا كان عندي مسافة وقدرت أقطعها بزمن محدد. هي مقدار المسافة التي يقطعها الجسم في فترة زمنية محددة ويرمز لها V. السرعة V والمسافة S والزمن T. S اللي هي speed والT time والV volt. عندي ال V رياضيا السرعة تساوي المسافة على الزمن، V تساوي S على T، وتقاس بالسرعة بوحدة متر، متر لكل ثانية أو كيلو متر لكل ساعة، ولكن دائما تكون السرعة مقاسة بالمتر لكل ثانية. وإذا أعطانا إياها بالكيلو متر أو بالساعة بنقوم بتحويلها، ورح نتعرف على التحويلات مع بعض. السرعة بحركة منتظمة، عندي حركتي أنا بقدر إني أمشي بسرعة منتظمة، إني أقطع مسافة محددة بوقت محدد معين. لازم أخلص هاي المسافة، أقطع كل كيلو مثلا بدقيقة، كل كيلو بساعة، أو مثلا تاخذ معي من عمان للعقبة 4 ساعات. هاي مسافة أو حركة من سرعة منتظمة، أي يتحرك الجسم بسرعة ثابتة عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. كلياتنا بياخذ معانا من المدرسة للبيت مثلا 5 دقائق، إذا ساكنين جنب بعض كلياتنا بتاخذ معنا 5 دقائق، إذا ساكنين قريب من بعض ممكن تختلف ما بين 4 دقائق لـ5 دقائق، ولكن هي على الأغلب رح تكون مسافات منتظمة بقطعها بنفس الوقت. السرعة القياسية المتوسطة وهي غير المنتظمة، أن يتحرك الجسم بسرعة متغيرة يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. يعني أنا لما بدي أوصل على البيت أو أوصل المدرسة رح أصير أخفف بالسرعة، رح أصير ياخذ معي وقت أطول لأوصل لأوصل للمدرسة، رح يختلف عندي الزمن. إذا السرعة علاقتها مع الزمن والمسافة، دائما تغيرت السرعة رح تتغير المسافة، رح تتغير الزمن. ثبتت السرعة رح يثبت المسافة ويثبت الزمن. نطلع كلياتنا على هذا الشكل. الشكل عندي حركة منتظمة بالوقت، من الدقيقة كل دقيقة قطع 10 كيلومتر، بالدقيقة الأولى قطع 10، بدقيقة ما بين الأولى والثانية قطع 10، ما بين الثانية والثالثة قطع 10، ما بين الثالثة والرابعة كمان 10. إذا من دقيقة الصفر لدقيقة الأربعة قطع 10 20 30 40، 40 كيلومتر في 4 دقائق، لأن الكيلومتر مرتبط إلها الدقيقة والمتر مرتبط إله الثانية. إذا هاي كانت حركة منتظمة، إنه في كل دقيقة تحرك 10 كيلومتر. الحركة الغير منتظمة عندي بالدقيقة الأولى 20، بالدقيقة الثانية 5، بالدقيقة الثالثة 5، بالدقيقة الرابعة 10. هاي اختلفت المسافات التي قطعها في أزمنة محددة فاختلفت السرعة، فهي حركة غير منتظمة. أمثلة: كم المسافة التي تقطعها سيارة تتحرك بسرعة ثابتة مقدارها 12 متر لكل دقيقة في 10 دقائق؟ 12 متر لكل ثانية سكند، والدقائق minutes، الدقائق بنرمز لها بالام والسكند بنرمز لها بالاس. اذا هو السرعة تاعته 12 متر لكل ثانية في 10 دقائق. راح احول العشر دقائق، كل دقيقة بتساوي 10 ثواني، بتساوي 60 ثانية. راح اقوم بضرب الدقيقة الواحدة في 60، 10 ضرب 60 يعطيني 600، وعندي السرعة تساوي المسافة على الزمن. اذا السرعة تساوي المسافة تساوي السرعة في الزمن. السرعة 12، الزمن 600، ضربتهم ببعض طلعت معي 7200.
متر. مثال ثالث، يقطع رجل مسافة 450 متر بسرعة متوسطة مقدارها 3 متر لكل ثانية، ما الزمن الذي احتاج إليه ليقطع هذه المسافة؟ بنحط القانون تساوي السرعة على الزمن، ببدله حيث أن يكون المجهول عندي زمان، الزمن تساوي السرعة المسافة على السرعة، 450 المسافة والسرعة تساوي متوسطة مقدارها 3 متر، 30 متر وليس 3، 450 تقسيم 3 اللي هي هون 3 وليس 30 يا سابع، ننتبه كلياتنا إنها مش 30 اللي هي 3. 450 على 3 تساوي 150 سكند اللي هو الوقت اللي لازم لحتى أقطع 450 متر إذا كانت سرعتي 3 متر لكل ثانية. السرعة المتجهة مثل ما حكينا أنها هي السرعة لتحديد الاتجاهات، إذا كانت أنا متجه نحو اليمين أو متجه نحو الشمال، وهي السرعة التي يتم تحديد الاتجاه والمقدار وتعرف بأنها دلتا إكس. قانون السرعة المتجهة تساوي هاي سرعة متجهة، وضعنا هذا الخط لأعرف أنها هي متجهة عشان أفرقها عن السرعة القياسية. السرعة القياسية ما عليها خط، والسرعة المتجهة عليها خط اللي هو دلتا إكس اللي هي الإزاحة على تي الزمن. عند ملاحظة الشكل 4 نجد أن السيارة تتحرك في خط مستقيم حيث تقطع 150 متر لكل 15 ثانية، أي أنها تتحرك بسرعة ثابتة اللي هو 150 على 15 طلع 10 متر لكل ثانية بتطبيقنا على القانون الرياضي اللي هو السرعة على الزمن. يمكن وصف حركة السيارة باستخدام المنحنيات البيانية أو الرسم البياني اللي إحنا بنقدر نمثل عليه الموقع أو السرعة والزمن. نحصل على خط مستقيم إذا كانت سرعة منتظمة أو سرعة تغيرت منتظمة، نحصل عليها بخط مستقيم، حركة السيارة منتظمة. يمثل الشكل 5 منحنى الموقع الزمن لرجل يقود دراجته نحو الشمال، أصف حركة الرجل. الحل على كيف بدي أوصفها؟ أنا عندي من 0 و0 اللي هي النقطة المرجعية. النقطة المرجعية لما كانت عندي النقطة المرجعية هاي من A B و C، لما كان عندي هذا A و B و C، هاي حركة الرجل كانت الإزاحة مختلفة، فأنا مشى عندي من 0 انتقل لمثلا 80 متر إلى 100 متر إلى مثلا 150 متر، بعدين تغيرت سرعته، زادت سرعته لأنه المسافة والزمن زاد. فالرسم البياني هذا بيعطيني انها في تغير في موقع الرجل على دراجته، في انه تغير سرعة متوسط سرعته وتغيرت من وقت الى وقت اخر. شكرا وشكرا لحسن استماعكم، تمنياتي لكم بالتقدم.